مساء الخير، بداية نشرتنا مع العناوين. الإطباق السياسي يكتمل قضائيا على تحقيقات القاضية غادة عون. الرواية الكاملة لسلام والمصارف السويسرية وتبييض الأموال. باسيل يرفض تمرير الشوائب الدستورية مواربة عبر اللجان. لماذا سقط التنديد السياسي للواء عباس إبراهيم؟ والليترات الخمس للمعلمين لا تبدد السلبية ولا حلول أخرى حتى الآن. الثامنة إلا ربعا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى وتنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على تويتر، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. حقا تعجز الكلمات عن وصف ما يحدث اليوم في لبنان، فحتى لو جمعنا معاني الانقلاب والإطباق والانقضاض والاغتصاب لكل ما هو ميثاقي ودستوري وقانوني، وقبل كل شيء لكل ما هو منطقي وأخلاقي، لما أدت الغرض. فما جرى في مجلس النواب اليوم من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزور شكل فضيحة كبيرة جديدة من ضمن مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وفق ما وصفها بيان تكتل لبناني القوي، وهو يتخطى حدود الأخلاق في العمل السياسي. لكن إذا كان ميقاتي يستسهل التزوير، فالمخالفات الميثاقية والدستورية والجزائية الحاصلة منذ نهاية ولاية الرئيس العماد ميشيل عون لن تمر مرور الكرام، شدد تكتل تماما كمحاولة التطبيع مع الفراغ. وفي كل الأحوال لم يعد بمقدور أحد أن يتجاوز استحقاق رئاسة الجمهورية كحل وحيد لإعادة إحياء عمل المؤسسات الدستورية، وصار واجبا انتقال الجميع إلى مرحلة جديدة ترتكز على الحوار والتشاور للاتفاق على سلة إنقاذية متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنفذ برنامجا إصلاحيا حقيقيا بالتعاون مع المجلس النيابي. أما اقتراح قانون استرداد الأموال المحولة بعد 17 تشرين 2019 فبات جاهزا لإقراره، وكل ما يرفض التصويت عليه يتحمل مسؤولية أمام الناس ويكون بصورة أو بأخرى شريكا لمن هرب الأموال من ودائع الناس بصورة استنسابية مشبوهة، وهي جريمة تشاركت فيها منظومة من السياسيين والمصرفيين، وبتسهيل من حاكم المصرف المركزي رياض سلامي الملاحق بعدد من الدعاوى. وإذ توقف تكتل لبنان القوي باستغراب عند قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وقف التحقيقات مع عدد من المصارف، اعتبر أن قرارا من هذا النوع يصيب حقوق المودعين، فالمسألة ليست مسألة قاض بل قضية حقوق تسلطت عليها منظومة مستشرسة في منع المحاسبة عن المرتكبين وتاليا حرمان الناس من استعادة الحقوق. إذن البداية مع مسلسل الإطباق على تحقيقات القاضية غادة عون بخطوة قضائية بعد الكتاب الشهير للرئيس نجيب ميقاتي. تقرير غريس مخايل. في خطوة لافتة طلب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون وقف تحقيقاتها في ملف المصارف إلى حين البت بدعوى مدعاة الدولة اللبنانية بحقها،
في هذا الإطار لفتت معلومات للأو تي في إلى أن الوزير السابق ريا الحسن قد تقدمت بدعوى مخاصمة على هذا الصعيد عن بنك ماد، فجاء كتاب عوادات هذا، غير أن مصادر قضائية بارزة أكدت للأو تي في أن كتاب القاضي عوادات عمليا سيؤدي إلى وقف التحقيقات التي باشرتها القاضي عون بالتحديد مع بنك ماد، ما سيؤخر إنفاذ قانون رفع السرية المصرفية. وأضافت المصادر أن هناك إمكانية اليوم لتقديم دعاوى أخرى من قبل مصارف أخرى، لكن ذلك لن يمنع قيام مودعين بتقديم عدد من الدعاوى أمام القاضي عون أو أي قاضي آخر تمهيدا لرفع السرية المصرفية عن المصرف المذكور أو أي مصرف يأخذ الإجراء نفسه. وأضافت المصادر أن كتاب القاضي عويدات سيكون ملزما لشخصه حتى في حال قيام أي شخص ملاحق أمام النيابة العامة التمييزية من تقديم طلب مماثل للطلب الذي قدمه بنك ماد بوجه القاضي عون، ما يعني عمليا أن القضاء سيصبح مشلولا بالكامل ويتحول لبنان إلى واحة آمنة لكل خارج عن القانون. على الخط عينه طلب القاضي عويدات إلى النيابات العامة في لبنان في تعميم أصدره الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة عمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة أو أي معلومات تعرض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو تمس بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على المعلومات. وعلى هذا الصعيد لفتت المصادر القضائية أن هذا التعميم يفسر آلية تطبيق قانون السرية المصرفية ويؤيد كل الإجراءات التي قامت بها القاضي عون، لأنه أتى مماثلا لما قامت به في التحقيقات، معتبرة أن ما ورد في التعميم لناحية الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة أو أي معلومات تعرض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو تمس بشرفه وسمعته ليس له تأثير كبير. وكخلاصة لفتت مصادر قانونية للأو تي في أن محاولات حصار النائب العام الاستئنافي القاضي غادة عون تارة من خارج القضاء وطورا من داخل القضاء مستمرة بغرض تأمين الحماية من الملاحقة للمصارف، ونتيجة كتاب القاضي عويدات بات بإمكان كل مدعى عليه أن يأمل في تعليق الملاحقة بحقه بمجرد تقديمه دعوى مخاصمة الدولة عن مسؤولية القضاة حتى ولو لم يكن تبلغها القاضي المعني، كما أن التعميم المتعلق بحصر طلبات رفع السرية المصرفية يمكن أن يشكل إجراء إضافيا في إطار تضييق التحقيقات تجاه المصارف التي تتباحث فيما بينها لمعرفة تداعيات هذا التعميم عليها. رياض سلامة والمصارف السويسرية وتبييض الأموال، الرواية الكاملة في تقرير نانسي صعب. على عكس ما يسوق له أو يأمله البعض، لن يؤثر الادعاء على رياض سلامي على مسار التحقيقات الأوروبية سلبا فيؤخرها أو يعطلها، فما بدأ قبل أكثر من عام ونصف في مسار التحقيقات الأوروبية في قضية اتهام الأخوين سلامي بتبييض الأموال يتقدم، حتى أنه طال النظام المصرفي الأوروبي الأعرق. لم يعد خطر رياض سلامي مقتصرا إذن على مصرف لبنان، لأن خطره طال النظام المصرفي السويسري بتوريطه 12 من أكبر وأهم المصارف السويسرية، وهو ما يفسر التحرك القضائي السويسري في حق المصارف المشاركة في جرائم سلامي. HSBC، UBS، كريدي سويس، يوليوس بار، OFG، بيكتي، عينة من المصارف التي بدأ التحقيق معها في جنيف والتي حولت إليها مبالغ تتراوح بين 300 و500 مليون دولار، هي عمليا تلك المختلسة من مصرف لبنان. تعاقب التحويلات المالية من مصرف لبنان إلى حسابات في المصارف السويسرية يظهر أنها تمت بموجب عقد مع شركة فوري أسوشييتس التي يملكها رجا سليمي، والتي تدور الشبهة حول استخدام الأخوين سليمي لها في اختلاس المال العام من المركزي. هذه المصارف السويسرية وردت أسماؤها في طلب المساعدة القضائية السويسري الذي صدر في 27 تشرين الثاني 2020 عن النيابة العامة الاتحادية السويسرية في بيرن، ووجه إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان للاشتباه أن رياض ورجا سليمي قاما في سويسرا بغسل أموال مصدرها عمليات اختلاس من مصرف لبنان اعتبارا من العام 2002 كأقل تقدير باستخدام النظام المصرفي السويسري. ويفند هذا الطلب سلسلة من الوقائع، بدءا من واقعة أن حساب شركة فوري المسجلة في ملاذ ضريبي هي جزر العذراء البريطانية موجود لدى مصرف HSBC، وتلقى وحده بين نيسان 2002 وتشرين الأول 2014 أكثر من 326 مليون دولار مصدرها مصرف لبنان، قبل أن يتكشف دور المصارف الأخرى مع الشركات التي يملكها كل من رياض ورجا سليمي ومساعدة حاكم المركزي
ماريان لحويك. ففي مصرف يوليوس بار حسابات لشركات ويستيك كوميرشال بانامية، وصاحب الحق الاقتصادي لها هو رجا سلامي، وشركة رايز انفست اس اي التي تملك ماريان لحويك حقها الاقتصادي. وفي مصرف او اف جي حساب لشركة اس اي دو اس ا التي يملكها رياض سلامي. في مصرف او بي اس حساب لشركة ريد ستريت 10 اي، ورياض سلامي هو صاحب الحق الاقتصادي فيها. وقد لاحظ طلب المساعدة القضائية سلسلة تحويلات مالية بين هذه الشركات، كما بين فوري وهذه الشركات، هذا بالإضافة إلى أصول باسم رياض سلامي أو هو صاحب الحق الاقتصادي فيها لدى مصارف في سويسرا، أبرزها حسابات في كل من أو بي إس فتحه في نيسان 2012، وآخر في كريدي سويس مفتوح باسمه أيضا في حزيران 2016، وحساب فتحه سلامي في تشرين الثاني 2018 في بنك بيكتي، بالإضافة إلى حساب باسم مصرف لبنان فتحه سلامي في مصرف يوليوس بار، وسلامي هو الشخص الوحيد المأذون له بالتوقيع على هذا الحساب. لم تتبلغ وزارة العدل حتى الآن كتابا خطيا يبلغها بموعد عودة الوفد القضائي الأوروبي إلى بيروت أو بأسماء أعضاء الوفد الذي ينطلق في تحقيقات المرحلة الثانية منتصف أذار، وفق ما تؤكد المعلومات، بمفارقة أساسية تشير إلى احتمال أن يطلب الوفد الاستماع إلى مقربين من رئيس حكومة تصريف الأعمال وردت أسماؤهم في طلب التعاون من ليشتنشتاين، أي شقيقه طه وابن شقيقه عزمي، على خلفية تحويل مبلغ مالي بقيمة 14 مليون دولار من شركة ام 1 التابعة لمجموعة ميقاتي إلى شركة رياض سلامي اس اي دو اس ا. بالموازاة تسلم قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة ملف رياض سلامي، وإذا كان المتابعون للملف يستبعدون أن يجرؤ أبو سمرة على استمهال عودة الوفد الأوروبي بحجة الاطلاع على الملف، يبدو أن رئيسة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل القاضية هيلين اسكندر تتجه إلى الادعاء على سلامي، وإن كانت وزارة العدل لم تتبلغ رسميا بذلك بعد، علما أن القاضي اسكندر وفق ما تؤكد معلومات الأو تي في حضرت مرحلة التحقيقات الأولى للوفد الأوروبي عن الدولة اللبنانية، ما يعني أنها على اطلاع على تفاصيلها. التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم دونه عوائق قانونية دستورية، ولكن هل دفع ثمن مواقفه الوطنية أيضا؟ كثيرة هي علامات الاستفهام حول ما آلت إليه الأمور في موضوع التمديد لمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد 12 عاما من الخدمة. ففي وقت يرى البعض أن العوائق قانونية ودستورية بحتة، يربط البعض الآخر النتيجة التي وصلت إليها الأمور لناحية عدم إيجاد مخرج قانوني تمدد من خلاله ولاية اللواء إبراهيم بأدائه شخصيا في عدة محطات سابقة. هذا البعض يرى أن طريقة تعاطيه في ملف النازحين السوريين ومحاولة تحدي المجتمع الدولي الرافض عودتهم إلى سوريا والساعي إلى توطينهم في لبنان أفقدته جزءا من رصيده على المستوى الإقليمي والدولي. أما محليا فهناك من يذهب باتجاه علاقة اللواء إبراهيم وقربه من التيار الوطني الحر المتمثل بعلاقة ود وصداقة مع الرئيس العماد ميشيل عون ورئيس التيار جبران باسيل وأعطائه يوما ما شهادة بالرئيس عون، ما أزعج وقتها الرئيس نبيه بري. وفي الموازاة تبين مع الوقت أن إبراهيم هو أقرب إلى حزب الله، الأمر الذي لم تستسغه الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أقله ما حاول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تظهيره في آخر مقابلة تلفزيونية عندما نفى أن يكون بري قد اتصل به من أجل التمديد، كاشفا أن حزب الله هو من طلب ذلك. مصادر مقربة من حزب الله وردا على تأويلات وتكهنات الكثيرين أكدت للأو تي في أن الحزب بذل قصارى جهده وأن إبراهيم يعرف جيدا مدى وفاء الحزب له، وأضافت المصادر: حاولنا جهدنا الكافي والضروري عن طريق مجلس النواب ودعمنا بكل قوتنا، لكن النصاب لم يتأمن واصطدم بتباين المواقف بين التيار وبري. وتكمل المصادر: حاولنا من الباب الحكومي لكن وفق ميقاتي لا نص قانونيا يتيح ذلك، وبهذا نكون استنفدنا السبل القانونية والدستورية كافة. في النهاية الأشخاص يتناوبون والمؤسسات تستمر، ولكن لماذا قدر الأوادم في لبنان أن يدفعوا دائما ثمن المناكفات من جهة والمزايدات من جهة أخرى؟
في ساحة النجم رفض لتمرير مرسوم يحمل شوائب دستورية، عبر عنه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. عم بيشتغل كل لبنان بمشروع اصلاحي لنعمل اتفاقيه مع صندوق النقد الدولي اللي بده يعطينا 3 مليار دولار، كلنا بنعرف انه الاموال المحوله للخارج اكثر من هيك بكثير. واي تلكؤ من المجلس النيابي باقرار هالقانون بيوضعه بموضع التساؤل اذا مش الاتهام بنوابه باعضائه بكل السياسيين وكل اصحاب النفوذ وكل يلي استفادوا اولا استنسابيا وثانيا لا قانونيا وثالثا لا اخلاقيا بتحويل اموالهم بفتره الحرجه اللي نحن فيها بشكل منفرد عن المواطنين اللبنانيين الاخرين. يعني في ناس هي والمسكره المصارف بفتره التسكير ب 17 تشرين حولت ملايين او عشرات او مئات ملايين الدولارات للخارج، بالوقت انحربوا ناس انهم ياخذوا الدولار الواحد بمعيشتهم اليوميه. هذا الموضوع عنده ضروره قصوى انه ينقر. رئيس الجلسه وكان في جو عند كل النواب انه ايه عنده صفه العجله، ونوعدنا انه ينقر بمهله محدده بطريقه بصير عليها التوافق باللجان المشتركه. النقطه الثانيه يلي حصلت بالجلسة وعندها أهمية دستورية ومسائية قصوى، وهي أنه وصلنا مرسوم من الحكومة تشوب شوائب دستورية ومسائية عديدة، ونحن رفضنا أنه يتم بحثه قبل ما تم تصحيح لهالشوائب هيدي. وصار في طبعا توافق من عدد من الكتل الأخرى على موقفنا. أولا توضحوا بشكل سريع، اولا من دون ما نخوض بالتفاصيل، الحكومه بالتفسير للماده الدستوريه على جميع وزرائها ان يوافقوا او ان يوقعوا على المراسيم، وهذا الشيء حصل بفتره الشغور بال 2014 2016. المرسوم يلي جايينا ما في عليه توقيع كافه الوزراء، هيدي اول شائبه. وحتى يلي بده يقول لما مارسنا هيدا الشيء على مدة سنتين، يلي بده يقول في مراسيم طلقت مش بتوقيع ال 24 وزير، لأنه صار في توافق بمجلس الوزراء بإجماع كل الوزراء أنه لما بيكون في غياب لأحد الوزراء بيصير في اكتفاء بتوقيع حدا بيمثل عن هالوزراء للإسراع وللسهولة، لأنه بعد فترة سنة من هال أو أكثر يمكن من هالشيء هيدا في الإجماع، والإجماع بيسمع على كل شيء لما بيكون في توافق وقبول من كل الوزراء. الشائبة الثانية الكبيرة إنه رئيس حكومة تصريف الأعمال موقع على المرسوم بثلاث أماكن، والحال إنه رئيس الحكومة بيوقع بمحل واحد، لما بيصر يوقع بمحل تاني بالصدور بمحل تاني محل رئيس الجمهورية، يعني عم بيقول انه هو بحل مكان رئيس الجمهورية، وهيدي شائبة واضحة بتوقيع رئيس الحكومة عدة مرات على المرسوم. الشيء الثالث والأخطر بعد، ويلي نحن وصفناه بالتزوير ويلي أكد عليه الوزير المعني جوا، انه الوزير المعني بهالمرسوم الأول هو منه موقع عليه، هو موقع على مرسوم تاني، بالتالي اعتماد توقيعه على ورقة تانية كأنه توقيع على هيدي الورقة هو أمر يوصف. إذا بتلاقوا وصف تاني بنقبل فيه غير التزوير، لأنه هيدا استعمال مزور، استعمال توقيع مش بمكانه، وهيدي سابقة كتير خطيرة، لأنه بتسمح لرئيس حكومة أو لأي حدا بموقع سلطة دستورية أنه يعتمد توقيع على مكان آخر على كتاب، وانا موجه كتاب لمجلس الوزراء، مجلس الوزراء اخذ قرار تاني ماني موافق عليه كوزير او ماني موقع على مرسومه، بيجي بيعتمد انه بما انك انت صاحب طلب بيعتمد لك توقيعك على كتاب بحطه على مرسوم. في ثلاث شوائب ما بتسمح بانه يصير في طرح هذا المرسوم قبل تصحيحه. وكان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أشار في كلمة من مجلس النواب إلى أن الخلاف السياسي حول دستورية انعقاد مجلس الوزراء وصل إلى المجلس النيابي، والطريقة الأفضل لحل هذه المشكلة هي التوجه لانتخاب رئيس للجمهورية، ولفت إلى أن الخلاف الحاصل يؤكد أن انتخاب رئيس للجمهورية ليس بالسهولة المتوقعة، وأكد أنه لا يستطيع أحد فرض مرشحه على الآخرين.
حجم الخلاف بلش يبين أكتر وأكتر مع مضي الوقت بفراغ رئاسي، لازم نحط كل جهدنا لنشوف كيف بدنا نقرب وجهات النظر بين كل الأفرقاء، نرجع نقول لا دولة الرئيس بري، ومن هيدا المنبر بالتحديد يندعى لحوار حقيقي بهيدا الموضوع، لأنه من دون حوار، وأنا بعرف دعا مرتين يمكن الرئيس بري لحد هلأ وما اجتمعوا الأفرقاء، من دون حوار صار واضح ما رح نوصل لحل، ما عندنا خيار إلا الحوار بين بعضنا البعض. لو عملنا 11 جلسة ولا 25 جلسة وما في تفاهم بين بعضنا البعض ما رح نقدر ننتخب رئيس جمهورية، وبالديمقراطية مثل ما عم بتصير. أنا مش موافق الأفرقاء اللي بيقولوا أنه عم ينعمل كل هيدا لينفرض علينا رئيس جمهورية، ما حدا بيفرض على حدا رئيس جمهورية، كل نايب بيصوت مثل ما هو بده، كل كتلة بتصوت مثل ما هي بدها. ما بعتقد حدا من النواب بيقبل يقول ويحط على حاله أنه حدا عم يفرض عليه شو يصوت. الخلاف أنه ما عم نقدر نتفاهم بين بعضنا البعض على اسم نقدر نأمن له الأصوات المطلوبة. من هالمنطلق برجع بدعي لحوار، ونحن رح نرجع نشتغل باللجان المشتركة بنفس الروحية اللي حطها الرئيس بري، إذا فيها الأد ناس معترضين وكتل وزنة وأساسية مثل اللي خرجت اليوم. نحن ما نقدر نكفي، ما لازم نكفي تشريع بغيابهم. هيدي الروحية بتخلينا نرجع نحكي بين بعضنا البعض ونرجع نفوت على لجان مشتركة بتفاهم لنقدر أقله نشرع اللي لازم نشرعه وندرس قوانين بتعود بالفائدة للمواطن. وإلى أسرار اليوم، أبلغ رئيس حزب مسيحي مطران التقاه قبل مدة رفضه الصريح لأي حوار مسيحي بكركي للبحث بالملف الرئاسي. لفت مرجع سياسي إلى وجوب عدم تضخيم أهمية زيارة تيمور جنبلاط ووائل أبو فعور للسعودية لأن أجت على خلفية دعوة من الجالية ولم تأتي بمبادرة من السلطات. تعلق أوساط بفريق 8 أدار أهمية كبرى على التقارب المصري السوري بما يعزز فرص مرشح سوريا الأول للاستحقاق الرئاسي. اجتماع سلبي في وزارة التربية والخمس لترات غير كافية كي يفك أساتذة التعليم الرسمي إضرابهم. لم يكد يجف حبر محضر جلسة مجلس الوزراء أمس حتى سارع وزير التربية عباس الحلبي للطلب من الأساتذة فك إضراب المستمر منذ 7 أسابيع والعودة لصفوفهم. هيدي الدعوة جاءت بعد إقرار بدل نقل ما يعادل 5 لترات بنزين عن 3 أيام للمتعاقدين و4 أيام لأساتذة الملك. هذا القرار رغم أنه خطوة أولى نحو العودة للصفوف إلا أنه منقوص بحسب مصادر أساتذة التعليم الثانوي اللي أشارت عبر الأو تي في إلى أنه القرار ما بياخد بعين الاعتبار المسافة اللي بيقطعها الأستاذ للوصول للمدرسة. وفي خصوص بدل الحوافز عن الفصل الأول من العام، أسفت المصادر لأنه بعملية حسابية بسيطة بيتبين أنها بتعادل قيمتها الـ5 دولارات عن كل يوم تعليمي اللي كانوا الأساتذة قد رفضوها. أما عن الانقسام بين الروابط فأكد رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين بالتعليم الأساسي الرسمي حسين سعد أن هناك اختلاف على أولويات المطالب بين الروابط، منها توحيد سعر صيرفة لموظفي القطاع العام ورفع قيمة التغطية الاستشفائية، لكن المطالب والمآخذ هي نفسها بالتأكيد. ما أخذنا على معالي وزير التربية هو أنه ما تم إنصاف الأساتذة المتعاقدين باليوم الرابع أسوة بالأساتذة الملاك ببدل النقل، وهناك مأخذ آخر على معالي وزير التربية لغاية الآن لم يتم صرف بدل الإنتاجية 300 دولار عن الأشهر الأولى للعام الدراسي، ولم يتم وضع آلية وجدول زمني لصرف البدل الإنتاجية 125 دولار عن ما تبقى من العام الدراسي، وأيضا لم يتم يعني وضع قرار يعني القبض الشهري للأساتذة المتعاقدين دخوله حيز التنفيذ في هذا المجال. الأو تي في علمت أنه اجتماع عقد عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم بين روابط التعليم ووزير التربية للبحث بآلية دفع الحوافز، وعليه يقرر مصير العام الدراسي ومعه الامتحانات الرسمية بالجمعيات العمومية اللي راح تنعقد الأسبوع المقبل وسط إصرار الأساتذة على إجراء الامتحانات بموعده. لفت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى أن التسعير بالدولار بالسوبر ماركت يبدأ غدا، مشيرا إلى أن الهدف حماية المواطن من خلال معرفة الأسعار الحقيقية للسلع.
أنا كنت كتير واضح بالجلسة، قلت أنا في إجراءات منا لإلي أنا مثالية لأني إلي بتفاداها سنة ونص، بس إجراءات لازم أنا أمن على القليلة غطاء أو مؤشر حماية للمستهلك اللي متروك لأمره. وأنا كوزير اقتصاد ضمن صلاحياتي عندي هالإمكانية، بس أنا كمان هذا الموضوع ما عملته بشكل عشوائي. أنا أول شيء رحت جبت مجلس النواب إلى جنبي، وجبنا اختصاصيين بجلسات الاقتصاد والتجارة اللي قالوا لنا إنه حسنات هذا القرار بهالمرحلة، بركز على بهالمرحلة، أكثر من سيئاته. وأنا قلت هذا منه قرار منزل، بس عطيت وصف كتير بسيط إنه اليوم مواطن عادي بفوت على السوبر ماركت قبل ما يبدأ التنفيذ يوم الأربعاء بكرة، يعني كنا نفوت على السوبر ماركت نشوف سعر باللبناني، ما حدا بيعرف هذا السعر من وين منطلق، ما حدا بيعرف هذا السعر على أي سعر صرف ماشي، ما حدا بيعرف السعر الحقيقي لهذه السلعة. يعني كان عنا نحن قناع اسمه العملة اللبنانية استغلت واستهلكت واختصبت من الدولار، لأنه للأسف نرجع للسياسات المالية القديمة اللي ضربت البلد ودمرت البلد وسلمتنا إياه بالشكل اللي هو فيه. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد. رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور اعتبر في حديث عبر حوار اليوم من الأو تي في أن بدعة الحوار المسيحي لا جدوى منها، مشيرا إلى أن أهم صفة لرئيس الجمهورية هي ألا يتأثر بمحور الممانعة. لحتى ما نعطي فرصة لحزب الله يتلطى ببكركي والمسيحيين ويشيل المسؤولية عن حاله والتهمة عن حاله وحطها على البطرك وحطها على المسيحيين، نحن عم كرمال بكركي والمسيحيين نرفض هالشيء. لذلك جينا قلنا خلينا نروح بآلية عملية نطلع بموجبها بنتيجتها بمرشح رئاسي واحد. اوكي هيك ساعتها بنروح ليه؟ لحتى ما نقبل، لانه ما بنقبل تحميل المسيحيين تبعات مساله هن ما لهم علاقه فيها. كان عندكم مشكله قبل على التيار الوطني الحر انه عنده تحالف مع حزب الله وممكن يكون في فرض لاسم رئيس، اليوم ما عندهم بعد اسم التيار الوطني الحر، يعني قادرين اليوم بلشوا انت وياهم من الصفر بالحوار. عم تتفضل وتقول انه نحن ما بنروح على حوار طالما حدا بده يفرض علينا او في امور استراتيجيه مختلفه بيننا وبينهم او وجهات النظر. ليه اليوم عم نستبق هذه الامور؟ اليوم التيار الوطني الحر بموضوع الرئاسه بالتحديد هو بعيد عن الثنائي الشيعي، وقد يبدو اليوم انه انتم اقرب، يعني حسب اليوم شو عم نسمع ما في اجزم، هناك مساعي من السفاره الامريكيه باتجاهكم لفتح قنوات مع الرئيس بري بالملف الرئاسي. أبدا نحن مش مظبوط موقفنا. نحن نحمل أيضا رئيس بري مسؤولية عدم الدعوة لجلسات انتخابية. رئيس بري كرئيس للبرلمان مدعو انطلاقا من دوره بأنه هو يكون حريص على انتظام عمل برلماني وحريص على دعوات متتالية لمجلس النواب من أجل انتخاب رئيس الجمهورية. حليفه المسيحي للسيد نصر الله يعني نائب جبران باسيل رافض يفرض عليه له. نائب باسيل قال له ما فيك تفرض علي مرشح رئاسي، انا ممثل المسيحيين الاكبر عندك بكتلتك اوكي بتحالف 8 اداء خي، انا بتحالفي انا وياك، انا بختار الرئيس انت بتختار رئيس المجلس وانا بغطي لك سلاحك. إذا السيد نصر الله عم يقول له نائب باسيل بدك تمشي معي بالخيار الرئاسي أنا بسمي، وقال له لا أنا إذا ضده للسيد نصر الله بدي إجي أمشي معه بخياره واختاره. يعني ما نبتدي شيء حوار مسيحي، حوار مسيحي أقول شو؟ لو أنت عم تقولي لي في هدد في قطر يهدد الوجود المسيحي في لبنان، في هاجم كائنات فضائية عليهم، الانهيار اللي نحن فيه مؤسساتي وعلى المستويات هذا معنيه في منه خطر؟ هذا خطر عشان منه خطر. نحن اليوم نتنازل لنتحاور مع فريق ما عنده بعد مرشح يعني واضح عنده مواصفات، هل انتم اليوم ضد المواصفات اللي طرحها التيار الوطني الحر؟ نحن حاطين عندنا صفتين، بده يكون اصلاحي وسيدي، بده يكون لا يتاثر بمحور الممانعه.
في تذكير اليوم في ذكرى تفجير سيدة النجاة، هكذا حذره العماد ميشيل عون من الوقوع في فخ الوصاية السورية عبر الطائف. يا سمير جعجع، انت وحدك بالشعب اللبناني. اذا انتصرت سلمت، واذا خسرت سلمت. بدك موقف شجاع تعترف فيه بالواقع هيدا، والا الاشياء بدها تكون كتير تعيسه. فاصل جديد ونعود. إلى الأحوال الجوية مع نرمين. مساء الخير. طقس مستقر ودافئ نسبيا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ظهور طبقات خفيفه من الغبار بالاجواء، يعني صح المثل اللي قال شباط ما له رباط. اذا جونا لبكره قليل الغيوم وكيف رح تتسجل درجات الحراره بمختلف المناطق اللبنانيه بنشوف سوا. نبدا من شمال وعكرم تسجل 22 درجه، طرابلس والعاصمه بيروت 24، اما الصور 27 درجه. ننتقل الى بعلبك اللي عم تسجل 22، اللقلوق 14، زحله 23، وجرزين 22 درجه. نسبة رطوبة ساحلة بتوصل لل 45%، الرياح السطحية الشرقية بتتراوح سرعتها بين 10 وال 40 كيلومتر بالساعة عم بتكون ناشطة، أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. إذا شو هي الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للأربعاء والخميس جونا غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة، رطوبة منخفضة وجو مغبر، أما درجات الحرارة فبتسجل ساحلا 24 درجة. للجمعة والسبت جونا غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع بداية انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة، كما بترتفع نسبة الرطوبة وبتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية، أما الحرارة فبتسجل ساحلا 22 درجة للجمعة و21 درجة لنهار السبت. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لاقوني بكرة بذات الوقت وبنشرة جديدة. تصبحوا على خير. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر otv.com.lb وعبر مواقع التواصل يوتيوب، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك. شكرا للمتابعة. إلى اللقاء.